الإدارة العامة للحرب القسم 7 نقل. دبابة ألمانية استخدمت خلال الحرب العالمية الأولى، صنع منها 20 نسخة عام 1918. الوزن 31.5 طن، الطاقم 18 إلى 25، التسليح مدفع يار 57 ملم مع 180 إلى 300 قذيفة، وست رشاشات عيار 7.92 ملم مع 36,000 طلقة. السرعة القصوى 15 كيلومتر في الساعة على الطرق المعبدة، 6.4 كيلومتر على الطرق الوعرة. المدى العملياتي من 30 إلى 80 كيلومتر.